السلام عليكم، عيدكم مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية، وتحية خاصة خي زكريا اللي لقى بهاد المبادرة هادي من 2016، وتحية خاصة خي بلال والدريد الحي كاملين. زعما اش غنقول لك، ما شاء الله اليوم رفعوا بالزنقة ديالنا وبالحي حي الحومة تشوك. عيد مبارك سعيد، ندخل في ديوركم راه كاينة كورونا. المهم كان المبادرة كنعملوها بها كل سنة، كنزوقوا الحومة وتزيين المحابق والمصابيح. المهم كنقول التحية لدراري الحومة اللي كانوا كيبادروا معنا في تزيين الحومة ديالنا، وديما كنحتفلوا في هذا الحي. دابا هذا العام هذا ما احتفلناش على حساب هذا الكوفيد 19. كنشكروا هاد الشباب ديال الحي وهاد الناس اللي هنايا، وعيد مبارك سعيد للجميع، وكنشكروا السلطه. هاد البادره كنقوموا بها كل دابا شي 6 سنوات احد يعني شباب الحي، وحنا ما كنساهموا حتى شي جمعيه ولا شي حزب، كنقوموا بتزيين الميزانيات في الازقه والجيران محترمين، فهمتينا هاد الحاجه الصحيه، هاد الظروف اللي كنمروا منها. قاموا بهاد المبادره اللي تعدلوها طول العام، ناضوا تزينوا الزنقه ديالنا وتسدسفوها، والحمد لله قدرنا نعدلوا هادشي هذا مساعدة ديال السكان الحي. الحمد لله الدراري قاموا بالواجبات ديالها وكل شيء دات مزيان. الحمد لله عملنا المسائل وعوضنا كل شيء وصبغنا الزنقه وسكسفنا كما العاده، ولكن هاد الايام هادي راه ماشي بحال العام اللي فات صراحه، امور جات ماشي عاديه. الحمد لله الله يوزعنا ربي هذا الوباء، الله تعالى يرفع علينا الوباء، وكنتمنى من كل جميع امه سيدنا محمد اجمعين ان كل الزنقه وكل الدراري الحي كل الشباب يتكلفوا بهذا الشيء هذا، ويعملوا مبادره وطنيه ويجروا كيفاش يتسلاو ومشي يعملوا الوقت الاوقات ديالو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.